اليوم تم إطلاق الدفعة الأولى من برنامج تسريع Algeria فنتشر، تسريع شركة نشاء Algeria فنتشر بشراكة مع جوجل أكسلوريتور، وهذا البرنامج سيتيح الفرصة ل 14 شركة ناشئة جاءت من كل أنحاء الوطن من الاستفادة من برنامج ثري من تدريب تكوين في البيزنس في المانجمنت في الماركتينج وفي التكنولوجي. حرصا منا على تقديم نوعية رفيعة وجد قيمة للمؤسسات الناشئة الجزائرية حتى يتسنى لها أن تنمو وتزدهر في الجزائر وفي الخارج، ويمكن توصيلها إلى المستثمرين الدوليين الذين يرافقون جوجل فور ستارت اب في كل مرة قوم بتكوين مؤسسات ناشئة. احنا الان مشرفين اليوم انا في الجزائر حتى ندعم الجهودات المحليه لدعم الشركات الناشئه. الهدف تاعنا انه حاليا احصائيات تقول انه في حوالي 5000 شركه ناشئه في الجزائر ونحاولوا كيف ندعموها. Nous avons lancé un appel à la candidature, donc c'est un call to action, et nous avons reçu une centaine de projets. Nous avons sélectionné les projets qu'on a vu vraiment qui sont vraiment scalables, qui ont besoin vraiment de les booster et tout. On a fait des séances en ligne, donc la première c'était le design thinking, et à travers ce bootcamp donc nous avons fait aussi des séances en présentiel. هذه المؤسسة الناشئة تحتاج إلى مرافقة، تحتاج إلى تكوين ليكون على مستوى ما يتداول في العالم، والاتفاقيات اللي تكون مع المؤسسات الكبيرة العالمية مثل جوجل وغيرها تمشي في هذا الاتجاه حتى هذا الشباب يعني يستفيدوا من هذه التجارب. كان شرف المشاركة في برنامج تسريع شركات الناشئة اللي كان مقدم من طرف Algeria فنتشر مع شريك جوجل، جوجل فور ستارت ابس. هذا البرنامج اللي كان يخص بالمهارات اللينة وكيف تطوير الكفاءة لأصحاب المشاريع. هذه الطبعة كانت متميزة بحضور كثير من شركات الناشئة المبدعة. رانا بروجي لابيليزي من عند الميسير دي ستارت اب، واليوم انا لونور دو باتيسيب au bootcamp organisé en partenariat avec Google. وكانت اكسبيريونس هايله لينا، تلاقينا مع سليم عبيد مع ليكيب Algeria فنتشر اللي عطاونا دي فورماسيون مليح دي كونساي باش ناكسيليريو في لي بروجي تاعنا. كان لينا شرف عظيم وكبير انه كنا مع جوجل اكسيليريتور ولانجويج فنتشر اللي داروا لنا مبادره فريده من نوعها، وين قدرنا نكون نتعاملوا مع منتورز والكوتشز اللي مدونا ثاني اضافات عديده. On forme les jeunes. Former c'est bien. Garder ce qu'on a formé ici c'est encore mieux. من نعلمش الناس باش يروحوا للخارج. اللي راه في الخارج يعاوننا، ما نقولوش ادخل، يعاون، ما الدياسبورا لازم تعاون. لكن اللي راهم هنا اعطيوهم كل الامكانيات باش ينجحوا، لا هما ينجحوا بلاد نجحت. ها هو يعني الرساله اللي نقدر نعطيها لهم.